أعزائي المشاهدين في كل مكان، مرحبا بكم النهاردة فيديو جديد معي عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات برج السور ليوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 5 أيلول 5/9/2023. هنسترشد النهاردة بحدسنا لأنه مش بيخذلنا خالص، خاصة في اليوم ده هنبقى بنطرح أسئلة صحيحة جدا ممكن نقوم من خلالها ببعض التغيرات اللي بتبقى بتخص حياتنا وعاداتنا الغذائية عشان نعرف نوزن ليها توازن حلو، والوقت هيبقى مثالي عشان نتبع نظام غذائي جديد. عشان كده هنتناول كتير من المنتجات الطازجة، ده هيفيدنا كتير. عندنا اجتماعات مع أصدقائنا على جدول أعمالنا، هتبقى فيها هدنة لازم نتذوقها قبل ما إننا نرجع مرة تانية للقتال اليومي. هنميل إننا نهرب من روتيننا اليومي ونتوجه لأماكن كتير هيكون فيها الخضار أكتر على الرومانسية والهدوء اللي بنعيشه في اللحظة دي هتكون، وهيبقى من الواضح جدا ان اليوم حلو لأي حاجة بتتعلق بأننا بندور او بنستطلع او بنطور علشان تبقى مثمرة بالنسبة لينا. هيكون اتصالنا جديد في الشغل بمثابة دعم كبير جدا لينا لمشاريعنا اللي احنا بنقوم بيها خلال الأشهر اللي فاتت. يوم الثلاثاء هيبقى بيتسبب احداث كتير غير متوقعة في انها تعمل ليك مشاكل في كل علاقاتك، وغالبا هتبقى في تدخل في نزاعات عائلية كتير. ممكن تبقى بتسبب ليك نزاعات واضحة في اليوم ده، فانه يحصل ليك تغيير غير مرغوب فيه في كل علاقاتك مع الاشخاص اللي انت بتحبهم. كل ده ممكن يسبب ليك ارق كبير جدا لبعض منكم، نعاس زايد عن اللزوم. هيبقى من الصعب جدا اننا نتحلى بالصبر في يومنا، سواء عندنا انجاز مهمات او التواصل مع اشخاص حوالينا. هنعتمد اكتر على حدسنا لما نبقى بنواجه الحاجة اننا ناخد قرار او تصرف في ظرف غير عادي بالنسبة لينا في يومنا ده. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.